مرحبا، أنا مفيدة. لقد أجريت هذا التسجيل بشكل خاص لمساعدتك على تعزيز نظام المناعة لديك، ولمساعدتك على الدفاع ضد الفيروسات المنتشرة في الوقت الحالي. يرجى عدم استخدام هذا التسجيل أثناء القيادة أو أثناء تشغيل آلات ثقيلة، لأن هذا التسجيل له تأثير التنويم المغناطيسي. هذه الجلسة الصوتية ليست بدلاً عن الرعاية الصحية والنصح الذي يقدمه لك طبيبك والمراكز الصحية، مثل غسل يديك بانتظام وبشكل جيد، أو ارتداء قناع إذا لزم الأمر، ولكن تم تسجيله لمساعدتك على استخدام كل قدراتك الطبيعية للشفاء والدفاع عن نفسك ضد الفيروسات التي تهددك. لدينا جميعا القدرة على الشفاء الطبيعي التلقائي، وهو نظام المناعة لدينا، لكن في بعض الأحيان قد يحدث انهيار في هذا النظام بسبب البيئة أو العاطفة أو القلق والتوتر والخوف. كل هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على طريقة الدفاع عن أنفسنا بشكل طبيعي ضد الفيروسات. ما أود أن تفعله عندما تكون جاهزاً لبذل قصارى جهدك لمساعدة نفسك على البقاء في أتم الصحة هو أن تأخذ بعض الوقت فقط لنفسك، ربما 15 دقيقة للاستماع إلى صوتي، وتنسى نفسك وأنت تستمع لصوتي لفترة من الوقت. ثق بأن عقلك اللاواعي الغريزي سوف يستمع لكل ما أقوله ويأخذ من كلماتي ما هو ضروري لك لتعزيز جهاز المناعة لديك والبقاء في أتم الصحة. هذا كل ما عليك فعله. وكما أقول لجميع ملائي، لن أعدك بأي شيء أو أعطيك أي حبوب أو جرعات، هذه مجرد كلمات. استخدم خيالك فقط، وليس لديك ما ستخسره، بل ستكسب من خلال هذه الجلسة. لذا إذا كنت على استعداد للقيام بذلك الآن، أود منك أن تجد مكانا يمكنك فيه الاسترخاء وعدم الانشغال لمدة 15 دقيقة، حيث يمكنك الجلوس بهدوء والتركيز على صوتي لفترة من الزمن. استخدم سماعات إذا شعرت أنها تعطيك جودة صوت أفضل، واسترخي فقط. سأفترض أنك وجدت الوقت الآن، وأنك جالس بشكل مريح ومسترخي. فرق بين قدميك وارخي يديك على جانبيك. أود منك أن تأخذ نفسا عميقا، وعند استخراج نفسك اسمح لعينيك أن تنغلقا بالسرعة التي تكون بها على استعداد للقيام بهذه التغيرات العلاجية على المستوى الخلوي. عندها ستمنحك أفضل فرصة للدفاع عن نفسك بشكل طبيعي. اغتنم هذه الفرصة لتركز على جسمك، وإذا شعرت بأي توتر في أي مكان في جسمك، استرخي ودع التوتر يختفي.
ابدأ بتلك العضلات الصغيرة حول عينيك، وارخي تلك العضلات تماما. تخيل أن كل كلمة أقولها تريح تلك العضلات تماما. تخيل أنها مسترخية تماما لدرجة أنها لن تعمل فقط لبعض الوقت. الآن دع هذا الاسترخاء ينتقل عبر جسمك، واسمح لكل عضلة بالاسترخاء تماما، كما لو كنت مخدرا تخديرا لطيفا مسترخيا استرخاء تاما، مسترخيا مثل حلقات مطاطية مرمية على كرسي أو مسترخية. تخيل أن ذلك حدث تلقائيا، وأنه لا يوجد أي شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. بينما تغوص أكثر فأكثر في التنويم المغناطيسي الآن، وبينما تستمر في الغوص أعمق، فذلك يصبح واقعك، وكلماتي سيكونون معك ليصبحوا جزءا من تجربتك. بينما تستمر في الغوص أعمق، فذلك يصبح واقعك، وكلماتي سيكونون معك ليصبحوا جزءا من تجربتك. كل كلمة أقولها ستأخذك إلى الأعمق، وكلما تعمقت شعرت بشعور أفضل، وكلما شعرت بشعور أفضل كلما تعمقت أكثر. بينما تستمر في التعمق أكثر الآن، كل ما أقوله سيصبح واقعك الآن، وكل اقتراح أعطيه لك ستعمل به دون تردد. هذا هو واقعك الآن، لأن لديك عقل واع وعقل غير واع. ذلك العقل اللاواعي، ذاك الذي في أعماق عقلك يمكنه أن يسمع ويستجيب للكلمات التي أقولها دون حاجة إلى أن تفعل أي شيء على الإطلاق. يتسهل للعقل الواعي أن يسترخي تماما. استرخي حتى لا تجتهد لتبذل المجهود الآن لمعرفة موقع ذراعيك أو ساقيك أو الجسم بأكمله الذي يبدو الآن أنه يطفو عبر الزمان والمكان. هذا العالم الرائع من الاسترخاء. يمكن للعقل اللاواعي أن يسمح بحدوث هذا الغوص العميق بينما يسترخي بعيدا عن العقل الواعي في مكان آخر تماما الآن. هذا صحيح، ستكون على علم بمجريات الأحداث في وقتك وطريقتك الخاصة. عندما تواصل التعلم ستتمكن من التعمق في الاسترخاء، وهذه الحالة من الاسترخاء ستجري بك إلى حالة من النشوة بسهولة أكثر فأكثر أكثر فأكثر بعمق وشكل تام.
وقد أتساءل إن كنت مدركا بأنك قد تعمقت في التنويم المغناطيسي، لأنك كلما تعمقت كلما شعرت بشعور أفضل، وكلما شعرت بشعور أفضل كلما غصت بعمق أكثر. الآن وأنت تتعمق أكثر، يمكنك استخدام عقلك اللاواعي كمورد يمكنك التعلم منه والحصول على تجربة فعلية، تجربة تكون مرضية لك. كل ما هو مطلوب لبناء علاقة جيدة مع عقلك اللاواعي هو إنشاء خط الاتصال معه. في بعض الأحيان يتواصل عقلك اللاواعي عن طريق الحركة، ربما يتغير ردة فعل عينيك وأن تتحرك، أو أن يتحرك الرأس قليلا بالإشارة إلى نعم. ربما تحصل تشنجات عضلية لا إرادية، أو تبدأ اليد في الشعور بالخفة وتبدأ في التحرك للأعلى تلقائيا. فقط عقلك اللاواعي يعرف ما الذي سيستخدم كإشارة نعم. وهكذا عندما تغوص بعمق في التنويم المغناطيسي، أود أن أسأل عقلك اللاواعي بالسماح لي بالتواصل معه مباشرة، مع الجزء المسؤول عن نظام المناعة لديك، الجزء الذي يدير قدرتك على الشفاء التلقائي، الذي كان يقوم بالاعتناء بك ربما منذ اللحظة التي ولدت فيه. أود أن يسمح لك العقل اللاواعي بمعرفة متى حدث هذا من خلال السماح بظهور إشارة نعم لعقلك اللاواعي. لا أعرف ما إذا كانت العيون ستتحرك، أو إن كانت العضلة ستتشنج، أو أن اليد ستتحرك للأعلى، ولكن أنت ستعرف متى ستحدث الحركة. أود الآن أن أسأل الجزء المسؤول عن جهاز المناعة الخاص بك بالسماح لي بالتواصل مع كل خلية وكل جزيء وكل عصب في جسمك، وأطلب من تلك الخلايا إعادة ذلك الاتصال الذي سيسمح لجهاز المناعة الخاصة بك بالعمل على المستوى الأمثل، ولبدء آلية الشفاء والدفاع الآن. وقد تحس بإحساس معين عندما يبدأ الاتصال بكل خلية، دفء، اهتزاز، شعور متزايد بالصحة والعافية. تخيل أن هذا يحدث تلقائيا الآن، وتخيل أنه قد بدا وأنه لا يوجد أي شيء يمكنك القيام به حيال ذلك. أود الآن أن يسمح لي عقلك اللاواعي مع استمرار عملية الشفاء السماح لي بالتواصل مع الجزء الذي يدير آلية الحماية الخاصة بك، هذا الجزء الذي يذكرك بكل شيء
يمكن أن يكون ضاراً أو خطيراً عليك. أود من هذا الجزء الآن إيجاد الكثير من الطرق الجديدة للحفاظ على سلامتك وحمايتك، ولكن في نفس الوقت أن يسمح لك بالتخلص من أي خوف أو قلق أو ضغط غير عقلاني، والقيام بذلك الآن. أود الآن أن يقوم ذلك الجزء الذي يدير آلية الحماية بدمج هذه الخيارات الجديدة في جسمك وعقلك، بحيث يمكنك أن تكون وأن تظل آمناً، وبنفس الوقت أن يمنحك الحرية من القلق والتوتر. أود أن أشكر هذا الجزء على التواصل معك وإجراء هذه التغيرات الآن. ومن اليوم لن تختبر أبداً الخوف والقلق اللاعقلانية مرة أخرى. كلما حاولت أن تتذكر شعورك بالقلق، كلما أصبحت أكثر هدوءاً. أود أن أشكر الجزء الذي يدير جهاز المناعة لإجراء هذه التغيرات على المستوى الخلوي، الذي سيوفر لك الآن أفضل دفاع ضد أي عدوى فيروسية، وللحفاظ عليك بصحة جيدة. في لحظة فقط عندما يدرك عقلك اللاواعي ويقوم بالتغييرات بشكل كامل على المستوى الخلوي والجزيئي، الذي سيبقيك صحيحاً ويقبل العقل الواعي التغييرات التي تم إجراؤها. سأعد حتى العشرة، وسوف تصحى براحة مع الشعور بالصحة والقوة التي ستبقى معك وتنمو أقوى يوما بعد يوم. بعد العد إلى ثمانية عيونك ستنفتح، وبالعد حتى العشرة سيزيد الشعور بالهدوء والصحة يوميا. 1 2 3 4 5 6 7 8 عيونك تنفتح، شعور رائع. 9 10 آمل أن تكون قد استمتعت بالتجربة. ابق في أتم الصحة وكن سعيداً.